قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم بمنطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على التوقف لتبادل الحديث مع المواطنين والأسر التي تصادف وجودهم أثناء مروره، وهنأهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما استفسر عن أحوالهم المعيشية واستمع لمطالبهم.